السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نرى التشكيلة المتوقعة لنادي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات. قبل البدء في التفاصيل، لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو، ولنمر إلى التشكيلتين. والبداية طبعا مع مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا، يدخل بالتشكيلة كالآتي: حراسة المرمى إيدرسون، خط الدفاع لدينا روبين دياز ولابورت، الظهر الأيمن واكر، الظهر الأيسر جواو كانسيلو، خط الوسط لدينا رودري، أمامه يأتي برناردو سيلفا وغوندوغان. أما خط المقدمة والهجوم بقيادة الساحر الجزائري رياض محرز وجيسوس وفيل فودن. هذه هي التشكيلة المتوقعة لبيب غوارديولا ضد باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، مباراة صعبة وقوية على الفريقين. طبعا هذه التشكيلة متوقعة بنسبة 95% من جميع الصحافة وفي هذا الفيديو. أما عن باريس سان جيرمان، يدخل بالتشكيلة كالآتي: حراسة المرمى نافاس، خط الدفاع لدينا ماركينيوس وكيم بيبي، الظهر الأيمن المغربي أشرف حكيمي، الظهر الأيسر روبين فرنانديز، لدينا خط الوسط أندري هيريرا، إدريسا جايا وفيراتي. أما خط المقدمة والهجوم بقيادة البرغوث الأرجنتيني ليون ميسي، كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا. هذه هي التشكيلة المتوقعة لنادي باريس سان جيرمان ضد فريق مانشستر سيتي في الجولة الخامسة. طبعا مباراة الذهاب انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدف للصفر، ومباراة الإياب غدا إن شاء الله. وهذا كل شيء لدينا.